ريم التميمي بأصولها السعودية، وهي خير مثال للشابة الطموحة، فاختارت في أغنياتها طرح مواضيع اجتماعية أبرزها المساواة بين الإناث والذكور، كما وتشغل منصب سفيرة في منظمة Round Table Global التي تساعد الشباب للخروج من الكآبة وتحثهم على الإنتاج. أول أغنية نزلتها على الأونلاين كان اسمها Little Girl مع منتج كويتي اسمه زاهد سلطان، ولما نزلت هذه الأغنية ما كان في مغنيات سعوديات يغنوا بالإنجليزي، فما عرفت إيش حيكون رد فعل الناس، وما كنت أبغى عيلتي تتأثر بهذا الشيء، فما قلت اسمي وما بينت وجهي. بس بعدين نزلت أغنية اسمها Gender Game، وهذا كان أول مرة ورجيت وجهي بالفيديو. Started at 11, I would look up at the heavens and cry. Told me not to think ahead, I was lying in my bed wondering why. أطلقت تام تام أغنية بعنوان رايز، وصورتها تحت إدارة المخرج مشعل الجاسر، فتطرقت فيها لموضوع الزواج التقليدي، علماً أن تام تام تكتب وتلحن أغنياتها بالتعاون مع فنانين آخرين. أنا أحس أنه عشان أنا واحدة سعودية وعايشة بلوس أنجلوس، لما أنا هنا دائماً يسألوني الناس عن بلدي وعن تقاليدنا، فعشان ما يعرفوا عن السعودية بس يعرفوا اللي يشوفوه على التلفزيون، فكذا أحس أنه أعلمهم أشياء عن بلدي، وبعدين لما أرجع للسعودية الناس يسألوني عن أمريكا ولوس أنجلوس والإندستري هنا حق الموسيقى، وأحس أنه أنا جسر بين الشرق والغرب، وإن شاء الله موسيقتي تقدر تكون جسر كمان. تأثرت الممثلة النجمة جينا دايفيس، وهي التي أسست جمعية تناشد بالمساواة بين الجنسين في هوليوود، بأغنية Gender Game لتام تام، فدعت الأخيرة لتأديتها في عدة مناسبات حول أمريكا. كتب Gender Game عشان حسيت إنه المجتمع يعطوا ثقة أكثر وقوة للرجال، مثلاً أنا كنت واحدة بنت أبغى أغني، وكنت خايفة، يعني كنت خايفة أورجي حالي قدام الناس، وسألت نفسي ليش أنا خايفة، يعني حسيت إنه إذا أنا كنت واحد ولد ما كنت أحس هذا الإحساس، وأبغى البنات يكونوا واثقين بنفسهم وما يخجلوا، أبغاهم يعني يسووا اللي يبغوا يسووا، فعشان كذا كتبت الأغنية. تقيم الهيئة العامة للترفيه في السعودية مسابقة بعنوان تحديات الترفيه لاكتشاف الموهوبين السعوديين وتقديم الدعم لهم، ويتوزع المسابقون على 20 فئة من بينهم الغناء، وقد وصلت تام تام إلى آخر المراحل وتتمنى الفوز. إن شاء الله أبغى أسوي ألبوم وأبغى أسوي World Tour، ومرة أبغى أسوي Tour وأعمل شوز بالمدارس حتى يشوفوا يعني to inspire الشباب إنه يسووا، إذا يبغوا يكونوا مغنيين يغنوا، إذا يبغوا يسووا أفلام يعني يمثلوا، فإن شاء الله عن قريب. تطمح تام تام للغناء بالعربية، ولديها أغنية تؤدي فيها بعض المقاطع العربية بعنوان On Earth. أما رسالتها لكل الشابات والشبان السعوديين فهي أن يستمروا بالحلم ويستثمروا في أنفسهم، فلا شيء مستحيل تحت حدود السماء.